احمد ياسر. فانا كمبرمج من بعيد لما اشوف الحاجات دي كلها داخله جوه شويه بعرف ان الحاجات دي كلها تبع المين، يبقى شكلها بالنسبه لي كمبرمج وحش جدا. انا كده مش هعمل كده السهم ده واكتب كلمه فينش. واعمل اتنين دبل كوتيشن تانيين واكتب فيهم حرف الدبليو. انت كمان تقدر تنجح مع جمالتك، ابدأ دلوقتي.